يا مساء الطعامة والحلاوة والرشاقة والخفة. والنهاردة في بيتي أنا وماجي جوزي، قلنا أصحابنا النجم الجميل اللي هو الأنتيم بتاعي كده أنا وهو كده من ابتدائي وحياة ربنا، جالنا أحمد زاهر النجم العسل ومراته القمر. جم عندنا وان شاء الله هنعشيهم، بس هنعشيهم عشا خفيف. ليه بقى؟ لان انا وميجي زي ما انتم شايفين عملنا دايت والحمد لله ربنا كرمنا وخسينا وبقينا سليم على الاخر. هم بقى عندهم مشاكل، عندهم بروز وعندهم حاجات منتفخه وكده، فهم جايين عايزين يسالونا نعمل ايه، واحنا لاننا بنحب الخير ونحب الشير فهنقول لهم طبعا ومش هنستخسر فيهم النصيحه. ازيك يا هدى؟ ازيك يا شوشو؟ عامله ايه يا هدى يا قمر؟ الحمد لله يا حبيبتي. والله العظيم مبسوطه قوي ان انت جيتي. والله انا جايه لك. انت عارفه انا واحمد ده كنا كده. انا قاعدين في دكه واحده. انا وحياه ربنا. بس ايوه. ده احنا من ايام الحضانه. اه بس من يوم ما انفصلت وانت عيني بقيت كده وهي بقيت كده. مبسوطين؟ ما انا كنت باكل سندوتشاته. انا حسيت. على طول. كانت مع الشيطان اول باول. ايوه. طب انتوا بتاكلوا كتير بقى عشان عادة يعني بتاكلوا كتير؟ كنا. ايه كنا دي ازاي؟ اللهم لك الحمد اللهم كنا. اللهم لك الحمد كنا يعني. بجد؟ كنا بناكل كتير جدا جدا. كنا اكيله. ايه يعني؟ اكيله. لا لا اكيله. لا يعني كنا بناكل. انت اكيل. كنت اكيل جامد مش قوي. مش بس اكيل وذواق. يعني ودي اهم بقى من ده كله. ليه؟ لانه لازم مش اي حاجه تحطيها له ياكلها. بس لما بتحطيها له بياكلها. وبعدين اللي حصل بقى قصدك يعني وايه اللي حصل بقى بعد كده؟ والمياه الغازيه بقى ايه 16 ازازه في اليوم. يا لا 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 ابيض. والله كنت عالمي عشان تقدر. ما كانش ورانا حاجه فكنا قاعدين بنتسلى. يا نهار ابيض. نعمل ايه بس الحمد لله. بس انت اقول لك كنتوا بتعملوا له الاكل ده يعني؟ والله الموضوع مش يعني مش الاكل يا شوشو زي ما انت فاهمه الموضوع. في القعده برضو. القعده الحلوه كلي وبروك دي على التلفزيون. وبعدين احنا كفنانين بصراحه يعني اسوأ طريقه تغذيه طبعا. لماذا؟ لماذا؟ احنا طول اليوم علشان نعرف نشتغل فما بناكلش. صح. نيجي على بالليل نضرب التقيله ونخش ننام. طب ما انت لسه فنان بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص بقى. بالنسبه بقى لمرات الفنانين الله يعينهم. كل ساعتين حاجه صغيره وخلاص. حاجة صغيرة قد إيه يعني؟ يعني إيه حاجة صغيرة؟ الساعة 3 وصلت لكده إزاي طيب؟ يعني تفاحية ساندويتش بس ساندويتش صغير كده. وبعد كل ساعتين تاكل يعني بقى كل ساعتين على فكرة دي أصح حاجة إنك تاكل كل ساعتين. ما أنا ما توجهليش كلام بس حاجة صغيرة. كلام طبعًا. أنت سمباتيك. أنا في بالي. لا وأنا يعني إحنا بتقولوا الكلام ده نكتبه لكم ندوه لكم في ورقة. صحيح. إحنا مش محتاجين بس قولوا عشان يمكن يكون في ناس ممكن ناس تستفيد يعني نساعدهم. موضوع التفاحية السندوتشاية الحاجات دي يعني الحاجات الصغننة كل ساعتين البيتيت ما بتجوعش في الساعتين دول؟ لا حتى لو جعت بستحمل. بقيت لكن ده ما كانش حاصل يعني من 3-4 سنين ما كانش موجود الكلام ده. طب انتوا خسيتوا قد ايه بقى؟ لا انا خسيت كتير لان ايه قد ايه بقى؟ انا تخني كان مرضي اساسا يعني انا طول عمري في تخن واعمل ريجيم واخس بس اللي هو حاجات عاديه يعني 10 كيلو 7 كيلو وانزلهم كده يعني. انما الفرده الفظيعه فردة ده كان كبيرة. بسبب الغده الدرقيه اوكي مع الاكل الكتير فبقى وصلت ل 185 كيلو لا لا الحمد لله والشكر الحمد لله فبالتالي انا غرت فروحتي مكمله انا غرت يعني ايه يبقى 185 كيلو 110 ايوه زاد امال ايه في 100 اديك في 200 احنا ما بنكملش فروحت ضرب انا كمان يعني هنسكت بس لا ده صعب قوي ازاي يبقوا اتنين زوجين يبقوا يعني بالوزن ده يعني ازاي كنتوا متقبلين نفسكم بتنزلوا تجيبوا لبس مقاسكم منين مش يعني احنا بص انا ومادي يعني احنا اللي لازم يبقى في اجسام اللي بتفكرنا باللي لا وبعدين مش واخده بالك من حاجه يا حبيبتي ايه؟ يعني هما الاثنين لابسين دي انت ده تفصيل مش انا ايوه لا انت صح انا حسيت والله معقول يا جماعه انتوا معتزين بنفسكم قوي كده للدرجه دي رسمين نفسكم كرتون بس ده تفصيل احنا فصلت لشيماء كتير مش لاقيه انت بتقول لهم مش لاقيين مقاسنا مش دي الحقيقه لا احنا في مقاسنا في كل حته ما مقاسنا في كل حته ايه بقى ايوه يا بنتي ده انا كنت بنزل الف المول كله عشان اطلع بقميص واحد مش عاجبني بس عشان مداري الكرش
ليه محلات اكس لارج ماليه البلد؟ مفيش مشكله دلوقتي حضرتك. أيوة. من كام سنه ما كانش فيه. ايوه مالك يا مدي؟ مالك يا حبيبي؟ افتكرت بس افتكرت لفه المول صح. انا لفيت كتير. دلوقتي بقى يا استاذه شيماء انا انزل فاجعصها محل طبعا الاقي اللي انا عايزه. لا وتلاقي اكبر من مقاسك. لا وبيتنطط. ايوه فبيقعد يتنطط. لا لا مش عاجبني. لا 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 بعد ما كان ابوس ايديكم مقاسي والنبي انا محتاج والنبي ما فيش. حاولتوا تعملوا دايت كتير طيب؟ فشلت. لا هو كان بسبب المرض فما كانش في دايت يعني. مفيش دايت يعني مفيش دواء جاب علاج يعني فاهم؟ يعني في انواع كتير وصفات علاج. طول ما المده كانت متوقفه الدايت ما كانش بيعمل مفيش حرق. مهما عملت مفيش حرق فمفيش. الدايت اشتغل معاه بعد ما الغده يعني بعد ما ابتدى المفعول اللي بياخد الدواء مكانه ده ابتدى يشتغل. اللي خلاني استمر السنه دي كلها محمد سامي. لانه كان لازم اخش معاه حكايه حياه. ويعني مش ضغط عليا يعني ده خلاني كرهت نفسي اللي هو ما فيش جانبك ايه الكرش ده ويعني ايه مين هتتجوز واحد بكرش مين بطله هتبقى عايزه البطل اللي قدامها بكرش كده ومش عارف ايه. بصي خنقني من نفسي لدرجه ان انا بدات ابص في المرايه كل ما ابص في المرايه تفع على نفسي. فخلاص اتخنقت فصممت بقى خد القرار وانتهى وقفل على نفسه سنه. حتى محمد سامي ما شافوش لمده 6 شهور علشان يروح له مختلف. لما راح له اول ما شافه عيط ما صدقش. يا عيني بجد مش هننساه له ابدا ان هو كان سبب هو كبير سبب جدا جدا في ان احمد النهارده يبقى له حياه مختلفه تماما بصراحه تمام. يعني هو السبب. هو ضغط عليا قوي وخنقني قوي قوي بس هو كان عامل كده بقصد يعني علشان يجبرني ان انا لازم اخد القرار. طب انتوا اكيد كان بيقابلكم بقى مواقف بقى اللي هي بتاعه ما فيش مقاسنا على الطياره وعايزين حزام زياده لا انا هقول لك ايه الموقف. لا اركبه وتبقى راكب مثلا جنب حد كده مثلا فتلاقي فجاه العربيه من الجنب اللي انت قاعد عليه بتحك ومش عارف تطلع المطار. عارف انت الحاجات دي فانت تبتدي تبص في السقف. العربيات وطيت قوي يا جماعه في ايه في حاجه عيب بقت كنزه. ايوه عيب تصنيع. موضوع حك العربيه ده احراج قوي قوي. طب قولوا لي بقى كان بيحصل لكم كده. بس انا هقول لك على موقف انا حصل لي انا شخصيا. هو كان السنة بتاعت الرجيم بتاعته خس تمام وأنا كنت لسه والدة. هي كانت حامل وبعدين ولسه والدة. فخلاص بقى هو خس واتطمنت عليه هبتدي أشوف نفسي ماشية معاه في المول وكنت لسه والدة بقاليش شهر ونص. نزلت معاه علشان كان داخل على طول حكاية حياة فبيجي ناقصه كام حاجة فنزلنا نشتريهم. فالناس بتسلم عليه وحمد لله على سلامتك وأنت كده أحلى بكتير ومش عارف إيه. واحدة معدية من جنبي أنا لسه والدة بقى فواخدة راحتي. طبعا راحتي. طبعا واحدة معدية من جنبي قالت لها إيه ده الحقي أحمد زاهر؟ قالت لها هي دي أمه ولا إيه؟ شكرا وحشة كت انتهى انتهى ال 110 كيلو بقوا الحمد لله 58. ما شاء الله ما شاء الله وبقت وزواتك. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ اوعى يا أميرة يا أميرة يا طيبة يكبر بخاطرك يا شيخة. طب قولوا لنا بقى إيه الأكلات اللي أنتوا ما بتقدروش إنكم تقاوموها أبداً؟ يعني عاملين بقى دايت مش عاملين دايت أول ما تشوفوا الأكلة دي يلا. يعني أنت عامل دايت برضو ممكن تاكل حتة مش قادر. يعني بص أنا بحب أكل مراتي جداً جداً يعني فأي حاجة بتعملها خليني بعدين عايز اقول لك بقى على حاجه بقى يعني مراتي متخصصه مش بس في الاكل المصري يعني متخصصه في الاكل الشامي الايطالي شامي تلاقي اردني تلاقي يعني انا مثلا فلسطيني يعني بص هي عيلتها كوكتيل عندي كوكتيل لذيذ عارفه بقى من كل حاجه من كل حاجه بالظبط. وبعدين سفرياتنا مع بعض اتعلمي إيه؟ اتعلمي ما اقول لك يعني لك اكل سوداني بصوا النبي سوداني مش عاجبك كمان مش عاجبك صلوا على النبي ادي بقى ما تصلوا على النبي صلوا على النبي ايه ده صلوا على النبي ايه ده يا اولاد احنا بيتنا مش لطيفه خالص تاخد دي تخبطها بيها ولا لا لا صلوا على النبي والنبي معقول معقول معلش. طب انا كملي. فانت بتقولي بتحب اكل ايه؟ مثلا انا بحب المنسف الاردني. المنسف بتنسفه المنسف
ايه المنسف ده؟ ايه المنسف ده؟ تشددوا له والله وحياتك. ايه المنسف ده طيب؟ المنسف ده عباره عن رز باللحمه. تفاصيل لو سمحت. باللحمه التفاصيل. ضاني. ايوه ماشي. والرز ده نفسه باللحمه الضاني ده متغرق شوربه بلبن يعني حاجه كده. لبن اسمه جميد. العك ده طعمه ايه؟ اسمه جميد. ده بيبقى رهيب ده. يا وعدي يا وعدي. من الاخر بص انا اديتك الامبريشن اللي هيجي لك لما انا جوعت اقسم بالله. بس انت لسه جواك اكل يا احمد. طبعا لسه جواك اكل. بس من دلوقتي بقت القياسات مختلفه. يعني بدل ما كنت بضرب طبق قد كده اهو ممكن اخد معلقتين صغيرين واشبع واستمتع بطعم الاكله وتمام خلصت على كده. يعني ده بعد مجهود. طعم النجاح فكره انه انت كنت كده وبقيت كده ازاي؟ كده زينا. طبعا هو يعني الحمد لله. لا بس انا كان كان مرض يعني غصب عني يعني. ما احنا مرض برضه. احنا مرض برضه. مرض الاكل. ايوه مرض الاكل صح. صح. لا احنا كنا ابتلاء بس احنا مبسوطين بالمرض اللي عندنا. اهم حاجه انك انت تبقي مبسوطه. اهم حاجه انك انت تبقي مبسوطه من جوه. احنا ايه؟ انت مبسوط صح؟ انت قلت قبلها ايه؟ احنا ايه؟ مبسوطين. لا قلت احنا عملنا ايه مع المرض؟ احنا صاحبنا المرض بقى الانتيم بتاعنا خلاص. خلاص مش متاثرين باي حاجه. نحستوا لا عادي جدا. اصل بصي مفيش حاجه يعني تستدعي. يا شيخ هنعيش كم مره؟ أنا هي مره. انت بقى تقعد بقى ايه؟ ما قلت لي نفسك ايش تفاحيه على ايش سندوتش على ايش بوتشيت على ايش كشك. لا مفيش الكلام ده. احنا عندنا بناكل كل اللي في نفسنا. ما المشكله يا اختي انا لما اتخنت قعدت في البيت. لا دي غلطتك بقى. انت ما عرفتش تدخل في سكه الكاركتر. ايوه لو دخلت نفسك في الكاركتر انت تشتغل اكتر. لكن انت فضلت حاصر نفسك في الجين وده خطر. ده خطر. ما انا اهو الوش هيفه بس الجسم كاركتر. صح. فده بقى يخليك تروح في الحتتين. ايوه لكن يعني اهم حاجه في اللي انت قلتيه ده ان الوش وش هيفه. اي اهو ده بروفيل هيفا ولا مش بروفيل هيفا؟ اهو افردي وش كده اديني وش تاني. قولي كده. هيفا ايه؟ وعلى فكره انا على طول دايما اغني المدي اغاني هيفا. اغنيها لك؟ يلا. عايزه وضع معين؟ ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يسح. صح. لما شلت الواوا بستو صار الواوا بح. انا بحبها قوي. الله. انا مش مصدقه اللي انا فيه. بتتكسف بقى خلاص. بتتكسف معلش. خلاص بقى. يكذوبي يكذوبي. انت كذوبه. انت كذوبه. خلاص. ماشي يا شوش. مدي في شهر العسل عمل حاجه ضايقتني قوي. ايه بقى احكي لي. احكي لي. في شهر يعني العسل. في شهر العسل. في شهر العسل. بصي هو قال لي في الاول انا بحبك زي ما انت. وانا عايزه اتجوزك زي ما انت وده كان شرطي. انا تعززت كتير قوي. كانوا كده بقى كنت بهشهم كده زي الدبان واقول اللي عايزني زي ما انا يجي لي وياخدني. يقبلني بكل حاجه. صح. لحد ما جه هو قعد يقول لي انا عايزك زي ما انت وبحبك زي ما انت وانت وزي ما انت والكلام كله انت. فقلت خلاص يا بت هو ده شاري يابا شاري بيع خلاص بعنا وخلاص بيع. عربيه وحملنا البضاعه وخدها وحطها عنده في بيته. ده ايه البضاعه ولا انت شوش الثلاجه ثلاجه أموت أموت. راح إيه بقى؟ نجي لك بقى أول ما سافرنا. عارف بقى أنت الواحد اللي ابتدي إيه يتدحلب بقى ويتعمل. قال لي يعني بقى خلاص كده أنا عارف يتدحلب. المهم عارف يتدحلب. قال لي إيه أنا حاسس كده إنك تعبانة شوية تعالي هعمل لك إيه شيك أب. قلت له إيه ده؟ قال لي هعمل لك تحليل كده وإيه وأطمن على صحتك هوريكوا حصل إيه. مدي بقى قدامي بقى لما نشوف التحاليل المنيله ب 60 نيله بتاعتك دي. فيها ايه التحاليل؟ تحاليل الهيموجلوبين 130%. يا لهوي. والكوليسترول قفلت الامبير اصلا. والدهون الخماسيه انفجرت. يعني ماشي مع قنبله موقوته. يعني ايه يا مدي؟ يعني انا هموت
لا ولا هتموتي ولا حاجه، كويس ان انا انت معايا، انت ليش اظبطك. طب وانت يا ماجي؟ مفيش دعوه بيا انا، انت يعني المهم انت. انت كويس يعني؟ دكتور انا كويس حلوة. الحمد لله. طب انت جايبني فين طيب؟ اعملوا لي عمليه ولا ايه؟ دي قلعه التخسيس، انا جايبك قلعه التخسيس. كل حاجه هنا طبيعي بجد يا ماجي؟ هتتظبطي بقى بي. يعني هعرف اعمل الكوكاكولا شيب؟ ايوه هنا. الله هبقى كيرفي. ايوه بالظبط، ولا عمليه ولا حاجه، كله طبيعي. ده انت هنا هتتظبطي وكيرفي وهتبقي جيت قمر حبيبي يا مندوجي. طب ما تجيبي نزلها لي الهيموجلوبين مبهدل. ايوه يلا. يا لهوي ده انفجر كل ده من السمنه بتاعت ماما. انت مش عارفه تعدي من الباب اساسا. عدي. احنا داخلين هنا هنعمل انترفيو صغير كده. انترفيو عشان اشرح لها. تلفزيون ايه؟ احنا جايين هنا نعالجك. مين الست دي يا ماجي؟ دي الدكتوره؟ مش دكتوره. هنا يا دكتوره مش مشكله. الو جود افترنون. هلو هلو هاو ار يو؟ ويلكم. هلا اي ام مريضه. ثانك يو. سو هاف ا سيت. اوكي ثانك يو. هاو كان اي هيلب يو؟ هقول لك دلوقتي. ماي وايف يس فيري فات اند اي وونت هير تو بي كيرفي. كيرفي لايك كوكاكولا. I need to know what do you eat usually. I eat everything. Yes. Everything. Everything in الصبح يعني إيه؟ afternoon in morning and everything in afternoon and between half and half everything. 24 days. Okay, so first of all, I have to weigh you and measure you. Okay. أنت عايز توزنك. انا خايفه يا ماجي. ما تخافيش. هتخافي ايه؟ ده ميزان. هتخافي من ايه؟ طب تعالوا معايا. ما انا هاجي، ما انا جنبك اهو. يلا ما نشوف اخرتها معاك. انا اخر مره اتوزنت وانا بيبي يا ماجي كنت 30 كيلو. انت نزلتي 30 كيلو؟ كنت 30 كيلو بس دي مره الوحيده. يا لهوي. ايه يا ماجي في ايه؟ اقعدي بقى لما نشوف البتاع بتاع الفجر اساسا. Do you practice sport usually? Yes, I dance every day. Okay, perfect, that's good. Dance okay. And the song. Me, play shatran, chess. Okay. Okay. Perfect. And he clean, washing clean, to meal mawain. Yes. Perfect. So we have to change our habits. We are starting by a detox juice. Okay, detox. Delicious. And then you have to practice sport every day. You have to follow a healthy diet. ايه 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 احنا جايين هنا نبطل الحاجات دي بس بقى. حب الرمانة. لا هاتي ده انت هتحط في الشنطة هتاكليه. حب الرمانة. اوعي. You have to follow a healthy diet. You can use our gym, for example, our spa, and I recommend you our circuit of contrast, our liposculpture treatment, our shape your figure treatment, and we will control what you eat every day. Wait, please. So you accept? Accept? You accept? No. Yes. I say no. غصب عنها. Your turn. Turn what? I need to wait you. But I'm fine. I'm very normal. I will check it. طب روحي نطمن عليك يا حبيبي. هو احتمال ابقى زايد كيلو اتنين فمش مشكلة يعني. سمالة. اوكي اوكي. Take a seat please. ده انا ايه؟ بجد؟ مظبوط. What's wrong? Everything is okay? Well, you have to follow our program too. Thank you. عندك فولور كتير؟ ايوه بتاع عشان الانستجرام بتاعك؟ ايوه. طب وقالت لك ايه تاني؟ قالت لي ده انا الوزن المثالي للراجل. بجد يا مدي؟ اه والله. يعني انت زي حسن الرداد كده يا سلام؟ حسن الرداد انت مش شايفه عنده جنابه قد ايه؟ اه. لا لا لا. ربنا يحميك يا حبيبي. طب انا وات اي كان دو تو بي بيانسي؟ تو بي سوري؟ بيانسي. بيانسي. So you have to or Shakira. I don't follow our program. Okay. You have to make sport every day. Sport every day. Yes. انت لازم تسمع الكلام. You can use our gym and our spa. Okay. And we are controlling what you eat every day. يعني الاكل بحساب كل يوم. هي اللي هتعمل لنا. هي اللي هتظبطه. خلاص انا اجيب لها السمنه والرنجه والحاجه من البيت وهي تعمله. السمنه والرنجه ولا ايه؟ والبشاميل عشان تاكلي المكرونه بتاعتك. ماشي ونجيب لها كوسه. مفيش الكلام ده، انسي الكلام ده خلاص. انت هتتحبسي هنا اسبوع ياكلوكي بقى الاكل اللي هم بيعملوه. هيعملوا لك اكل صحي عشان التحاليل المهببه دي تتظبط. I am so sad. Don't be sad, that's good for you. No, I am fat. We will help you. I love food. You will have food. نروح موقف عبود.
واعمل لي يا حبيبي رشيق. ها انا اتكلمت مع الست وبالمشاوره كده واتاكدت منها ان انت طلعت تخين زيي. ها ده انا هطين عشتك واقعد لي بس قال الدهون الثلاثيه والدهون الخماسيه ده انت دهون سبعيه وثمانيه. وقال الامبير بتاعك انكسر الهيموجلوبين ده انت الامبير بتاعك فرتك الهيموجلوبين. ده الست بتقول ان لو انا هعيش سنه انت مش فاضل لك غير شهرين. ها بكرشك ده بتعمل ايه؟ بتعمل معايا كده ليه؟ بس هموت. ايه اللي انت بتعمله معايا ده؟ ها ها بتعمل معايا كده يا مادي ليه؟ انت بتلعبي مصارعه؟ مصارعه عشان انت عايز تحس بيا. ها ايه بكرش؟ ممكن تسكتي بقى لما تشوف المصيبه اللي احنا وقعنا فيها دي؟ ايه يا اخويا المصيبه الاكتر من المصيبه اللي احنا فيها في ايه تاني؟ هنتحبس انا وانت هنا اسبوع وناكل الاكل اللي هو بيتنيله وبياكله لنا ده. واحنا علينا بايه يعني ما نقوم ناخد بعضنا ونمشي؟ لا يا اختي مفيش خلاص الدخول هنا بمزاجنا والخروج بمزاجه. يعني ايه مادي؟ يعني مفيش خروج خلاص قاعدين. يا نهار اسود يعني احنا محبوسين هنا؟ ما تضربنيش. بطلي بقى بس انت اللي بتضربني كده. بطلي ضرب كده هنبذل مجهود وهنجوع اكتر. طيب خلاص يا مادي انا جوعان. بس ما تتحركيش بقى تنفسي بالراحة. السرير ده مش مريح خالص. بتعملي ايه؟ بتعملي كده صار كده بتحرقي صار. السرير ده لا انا مش مرتاحة فيه يا مادي. اي مالك؟ عصافير البط بتقرصني يا مادي انا جوعان. هما هياكلونا ايه يا مادي؟ والله ما اعرف انا شعرفني انا عمري عملت دايت. تفتكر يا مادي يبقى عندهم محشي كروم اللي هو مشطشط ده الحلو عارف بيبقى سخن كده من الحلة ما بيبقاش حلو في الحلة التيفال. هو بيبقى حلو في الحلة الألمونيا دي عارفه؟ انت مامتك كانت بتلفه كبير على فكرة مامتي بتلفه صغنن حلو. وملوخية ومعاها شوية بتنجان كده والبتنجان محطوط فيه الدقة وعيش طازة طالع كده من الفرن وحتتين كوكو محمرة ورزة. طب بقولك ايه مكرونة بالسجق تيجي نعمل سندوتشات طعمية وانت جاي من الصلاة يوم الجمعة تجيب لي القرطاس وشنطة عيش الفينو. قوم يا مادي قوم حاول تشوف لنا باب نهرب منه. قوم يا مادي هو ده عامل زي السجن. مالك في ايه؟ لا عصافير البطن بتقرصني. قوم يا مادي. حاضر حاضر. قوم يلا يا مادي. اهدي بالله. مادي قوم. حاضر قوم حالا. ماشي بالراحه كده يا مادي مش عايز اعمل مجهود اصلا. طب بقول لك اللبانه دي بتجوع صح ارميها؟ ايوه انت بتعمل لبانه. يا لا الحق يا مادي الحق يا مادي مش قادر احرك ايدي السعرات هتخلص. طب بس نزلي مش هرجع لك تاني مش راجع تحلي تحلي والله ما هرجع هروح وارجع خليها معاكي لغايه لما ارجع. ماشي يا مجي خلاص هحطها في بقي بس مش هبلعها. ماشي اتاخروا قوي يا مجي. يا ستي ما تلاقيش جايين على طول اهم حاجه يجيبوا لنا كميات ندب دبه حلوه. والله العظيم شكلي انا اللي هدب فيك لو ما شبعتش بشرطه كان من ايام دي. اسكتي بقى. يا مجي عم القمر. اهلا 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 تعالي. هلو. شبه بابا يا مادي بس ده اغمق شويه. ما اكيد بقى عمل تاني. ايه ده ايه ده ايه ده ويت 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 مور هنا. ايه ده يا استاذ ايه ده انت بتعملي ايه؟ استنى 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 يا ستي استني. ايه ده على بقى واحد كل ده؟ انت شربت العصير كله؟ طعم وحش قوي. ده وحش كده وحش اوعي. فين الاكل يا مادي انا جعانة قوي يا عمو. يا بابا بابا اهلا. ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ ايه مادي ده؟ ماشي اوعى لك اهو اتفضل. مادي ايه ده؟ انا هعيط يا مادي. انا مش شايف اساسا. يا استاذ يا عم هو ده كده الاكل يا مادي؟ بصي هو انا اعتقد ان ده الابيتايزر. بلا ابيتايزر بلا موتايزر. انا عايزه الاكل يا مادي. ماشي ما انا عارف ان انت عايزه الاكل. ما انا عايز الاكل كمان. اطفحي بقى عشان نخلص. اطفحي انا ده ما هو لازم ناكل عشان ينزل طبق غيره. كان الورده بتاعتك اكبر من بتاعتي. خديها الورده اهي اهو في النص. الورده دي ذات نفسها. لا بقولك ايه والمصحف ابدا. وايه اللي تحت دايما دي دي ايه دي ايه دي مش مش ايه يا عم مش بحبها. طب خدها وانا اخد الورده اللي عندك. لا انا مش هاكل ما بحبش انا مش مش على بق واحد. افتح بح... افتح بقك. افتح يا مادي مش ه... افتح بس يا مادي افتح يا اخي. هاتي الخيار ده. طب احنا خلصنا اهو يا مادي فين بقى الاكل التاني؟ تعالى بص تعالى نوسع لهم كده الترابيزه عشان يحسوا ان احنا ايه. احنا خلصنا يا استاذ. عمو ايه فينش هننزل دلوقتي بسنه المكرونه. استنى يا رب هي بس بتبقى سخنه. انا متفائل باذن الله هما بيختبرونا. نمبر فود. نمبر فود.
ايه فينيش نو مور فود واي وي ار كلوزينج كلوز يس مش همشي من هنا بليز يا عمو ما يسوسو ام بطنه يا استاذ يا عم ده مش يا ميت احنا هناكل دلوقتي يا ميدي انا جعانه قوي انا لو ماما عرفت ان هما حابسيننا هتيجي تكسر المكان ده علينا وامي كمان والمصحف انت اللي جبتها هنا يا ميدي انا اسف كل مره تغلط تقول لي اسف عامل انا بيها ايه يلا مش قادر اقوم انا رجلي الطاقه خلصت هات لي شنطتي يا ميدي حاضر في حد مثبتك؟ يلا يا مادي مش عايزه اضحك يلا تعالى قوم انا مفيش طاقه وانا واكل زي زي يا مادي انت راجل قومني حسب الله ونعم الوكيل فيك معلش وفي الراجل وفي المكان كله يا رب يولع هو وشه فقر يا رب المكان يولع باللي فيه يا مادي على المود المود تحفه يا مادي الله انا بجد مبسوطه قوي يا مادي وانا كمان والله انت مبسوطه مبسوطه بس هتبسط اكتر يا مادي لو وافقت تخليني على عوانتي مع البنات بالبيكيني شوشو قلع لا يا مادي يعني هم فيهم ايه زياده عني زياده قولي في ايه اللي ناقص يبقى يا مادي يا مادي ما تبقاش غيور كده وقفيه بس بص اسكت الله يا مدودي جابوا لنا العصير. اه ده بقى الديتوكس. يعني ايه استنى ايه ده هو ايه انت ده الشاليبو دي؟ القرف ده يا مدودي ده وحش قوي يا ايه اللي انت هبتيه ده؟ بتاع طعمه ايه ده يا ده كرات ده ولا ايه؟ ما قلت لك ده الديتوكس. استنى اشوف لك معايا ايه؟ سندوتش. خد قرش كيس السكر ده. يخرب عقلك. بس خبي البتاع ده كله بقى يا بنت حلوه لا ما ينفعش يغير طعم القرف يا ستي بقول لك ايه افتح بقك هيدونا جزا طب تعالى بس افتح بقك مش هيدونا جزا ولا نيله ما حاسين بحاجه الله ايوه مع البتاع المعصم ده يلا نقوم ننزل يا ميتش اخي انت بتشربه ليه يا ميتش ده وحش انا قلت بالسكر هيتظبط هقوم اقلع يا ميتش شوشو بحب صغننه بس ادلدل واطلع على عشان خاطر تهددلي وتطلع على طول ما حدش هيلحق يشوف حاجه وانت افضل ايه كنت بس لما نشوف مفيش رجاله مفيش رجاله يلا بسرعه طيب. يلا يلا مالك كنت دست على رجلي معلش امسكني يا ميتي الكريم ده بقى يا مدوتي هيخلي بشرتك تنعم عشان ما تبقاش خشنه كده وتزهقني في قشتي ما جيتش سنة فات برضه وعشان راح حبوب الشباب اللي مبهدلك كان مش فاهم عندك 50 سنة ولسه بيجي لك حبوب حطي بس اهو يعني ده اهو ده عايز اظبط البشر خلاص شبيه جميلة بس هو بيحرق شوية لا هو بيفتح بس انا كنت تحت عينيك عشان الهالات دي مبهدلاني بلاش على الرموش مش عارف افتح خلاص افتح بجي ايه حد واقف بص كده لا طب تعالى عشان عايز اقول لك خبر حلو ايه تعالى هات ودنك ماشي شايف الباب اللي هناك ده اه بيفتحوه كل يوم بعد نص ساعه ليه بقى ليه عشان يخرجوا البرانيس فانا بقى فكرت بتكتيك ان احنا نكت مع البرانيس حلوة يا انا عايز اخرج من المكان ده سعيد وانا كمان تيجي يلا يلا نتدرى كده في اي دروة وبعدين نخرج يلا معهم يلا اهو الكلابي